احنا وفد جاي بالنيابة عن فناني مصر، جينا هنا على بوابة رفح المصرية عشان نعلن تضامننا الكامل مع اهالينا في غزة. نقول لهم الوجع واحد، الالم واحد، الفنانين المصريين معاكم، بيبعت لكم رسالة، وجينا لغاية هنا عشان نقول لكم الرسالة. انتم في القلب، قضيتكم هي قضيتنا، وجعكم هو وجعنا، شهداءكم هم شهداءنا. وعايز باسمي وباسم كل الفنانين اتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه العظيم، الموقف الذي يليق بمكانة مصر وسط الأمة العربية بل وسط العالم كله. كلنا جايين النهاردة علشان نقول لشعب فلسطين وشعب غزة، انتم مش لوحدكم، كلنا معاكم وحاسين بألامكم، وموقفنا لن يتغير مهما حدث، وإن شاء الله الناصر لينا في الآخر، لأن احنا أصحاب حق، واللي بيلعبوا عليه من زمان اللي عايزين يعملوه مش هيتحقق، اللي نفسهم يعملوه مش هيتحقق، القضية مش هتموت. نشكر جدا الموقف المصري الشعبي والسياسي والإرادة العربية بشكل عام. قلوبنا مع غزة، قلوبنا مع فلسطين، إن شاء الله الغمة هتتشال، قلوبنا معاهم، روحنا معاهم، دمنا معاهم، ولحد آخر نفس غزة هي غزة، فلسطين هي فلسطين، ومصر هي مصر.